السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، ندير معكم واحد الطويجي اليوم ديال الخضرة والحيمات. بحال هادي مليح شي طويجين، دابا أنا غادي ندير شي طويجين هو ماشي بزاف، لأن اللحم علمي. هاد الحيمات، هاد البصيلة، القزبرة، المعدنوس، التومة، زيت الزيرق، الزيت، شوية ديال القرفة، القرقوم، الجنجبيل، الملحة، ضامة ديال الزعفران. دابا غنوريكم الخضرة اللي غادي ندير. هذه اللوبيا، كيسميوها اللوبيا ماشطة، بنينة في الماكلة ومهبرة وفيها ما يدير، ما فيهاش الخيط. ها انت كاينش الخيط، شتي انا قلت لك ما كاينش الخيط. زعما غادي شويه البطاطا وشويه الحارة، هي الخضرة اللي غنحضر بها، هي البطاطا واللوبيا. خصوص البطاطا غادي نخلط فيها غير اللوبيا، بحول الله وغادي نرميها طيب، وملي غادي نرميها غادي تشوفوني، غادي نشوفو كلشي. نوصيكم دائما خذوا هاد اللوبيا، هاد اللوبيا راه مزيانة بزاف وبنينة بزاف. هذه هي الوصفة،
درس غير شو شوية من اليوم التشفي إذا كان بزاف الحوايج مختلفة نتوقع من حد هذا الحياة ولا لا نقوم بعدها كيف جا جزان جزان من أربع ما يكون زي ومنين لكن نعنى وحده أتي حرص وحده من أربع ما يكون أتي ذي نصف في شوية كمسوس كويس كي تندغ حسكم براحتكم